دابا حيت القلقين هنايا 000000 اه يعني هذا تقريبا بحال بحال ليدونتيتي. شنو خصني نحيد؟ خصني نحيد هادو يوليو كلهم هاد الفوقانيه يوليو زيروين. غنبدا بهاد الربعه بالنسبه لي هذا هو البيفو. دونك غندير لين 3 غوسوا لين 3 بلس 4 لين لين 4 هذا دير عليه 4 من هذا في نفس الوقت لين 2 غوسوا لين 2 موال 4 هذا هو البيفو عندي. ولين 1 غوسوا لين لين 1 موال 2 لين 4 هذا ما بقاش فيه 0001 1 دمي 00 موان 3 دمي. شنو قلنا غادي نديرو 4 بهذا زائد هذا دونك 0000 تبعهم 001 موان 4 بلس 4 هي 0. هنا خصني نبدا نحسب هنايا موان 1 بلس 4 سوغ 2 سي موان 1 بلس 2 سي 1 1 0 هي 1 00 هي 0 0 موان 3 فوا 4 سوغ 2 دونك هي موان 3 فوا 2 هي موان 6. دابا غندير هذا ناقص هذا 0 ناقص 0 0 1 موان 0 1 موان 1 0 هي موان 1 1 موان 1 0 0 موان 1 دمي هي موان 1 دمي 0 0 0 0 0 0 1 بلس 3 دمي هي 5 دمي. وهذا غندير هذا ناقص 2 من هذا هي 1 0 مع 0 0 0 مع 0 0 2 موان 2 0 1 نكتب هنا 1 موان 2 سوغ 2 هي 0 0 0 0 0 0 0 0 موان 3 دمي فوا 2 دونك هي موان 3. انا باش كنقرب ليدونتيتي هي عندي هنايا 1 1 1 0 0 0 0 1 شنو بقى ليا؟ كان هاد واحد يمشي دونك غنجمع هاد دو لين دو لين 3 لين 2 لين 2 غوسوا لين 2 بلس لين 3 دونك لا ماتريز ديال اي مع اي 4 اي 4 غترجع هي الى ايكيفالون ديال السطر الاخر نكتبو 0 0 0 1 1 دمي 0 0 موان 3 دمي 0 0 1 0 1 1 0 موان 6 كنقل هذا ما كنجمع هذا مع هذا 0 هذا مع هذا 0 1 سمحولي موان 1 بلس 1 0 0 0 0 السطر الفوقاني غنكتبو كيما هو 1 0 0 0 0 0 0 موان 3 دابا كنجمع 1 موان 1 دمي هي 1 دمي 1 مع 0 هي 1 0 0 هي 0 وموان 6 بلس 5 دمي هي موان 12 بلس 5 سوغ 2 ناقص 7 على 2 موان 7 سوغ 2 لقيت هنا ليدونتيتي 0 0 0 دونك 1 موان 1 هي هادي هي 0 0 0 موان 3 1 دمي 1 0 موان 7 دمي 1 1 0 موان 6 1 دمي 0 0 موان 3 دمي. حتى ولو كنت ما عرفتش كنكون غلطت شي حساب من هاد الحسابات الطوالة ان شويه طوالين ولكن لا هي هادي. المهم انا ما بغيتش ما بغيتكمش ديروا في ان موان زان دير ان سوغ ديتيرمينون ترونسبوز ديتيرمينون دو اف ترونسبوز ديال كوماتريس وفي نفس الوقت ما بغيتكمش تحسبوا لي ديتيرمينون دو ا ديك بلس موان بلس موان اللي كندير حيت كندير هنايا بلس هنا موان هنا بلس هنا موان كنلقى في الدار. من الافضل ديروها بلا ماتريس ايشلوني وداك الدياغونال هو البوا ديتيرمينون الضرب ديالهم ومن هنا كنلقى لهم. بغيت نقول لكم حاجه اخرى هو انني كنصور لي فيديو ديالو ولكن المشكل اللي كنلقاو في لا كونيكسيون في الطريقه ديال الحفار دابا كنحاول نحطو ان شاء الله.